تقول إن أبي كان يصلي ويصوم ويذكر الله كثيرا، وكان يحضر مجالس العلم والفقه، لكنه عندما مرض ترك الصلاة، وكان في بداية مرضه يصلي، ولكنه عندما اشتد عليه المرض تركها، وكانت أمي دائما تذكره بالصلاة وتشجعه عليها، وكان جوابه لها بأن يقول لها: أصلي بخشوع أم من غير خشوع؟ يعني أن قلبه مشغول جدا بما أصابه. وأنا كثيرا ما أصلي صلاة كثيرة غير الفريضة وأهب ثوابها إليه، وأيضا أهب له ثواب قراءتي للقرآن، فهل هذا العمل يذهب إلى الميت؟ وهل هناك عمل توجهوننا به غير الصدقة والدعاء في كل صلاة؟ جزاكم الله خيرا. أما ترك والدك للصلاة في حالة المرض فهذا غلط منه وجهل منه، وكان الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. كان الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، والمرض ليس بعذر في ترك الصلاة ما دام عقله باقيا وتفكيره باقيا، فإنه لا يترك الصلاة بحال. ولكن لعل ما حصل منه اجتهاد خاطئ منه ولم يترك الصلاة متعمدا، فنرجو له المغفرة من الله سبحانه وتعالى نظرا لجهله في ذلك. أما الصلاة عنه بعد وفاته فلا تجزيه شيئا، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة. وكذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لم يدل دليل على جوازه، والأولى أو الصواب أن تتصدقي عنه وأن تستغفري له وأن تدعي له الدعاء الصالح، إن هذا ينفع، الصدقة والدعاء والاستغفار والحج والعمرة كل هذا يصل ثوابه إلى الميت إذا تقبله الله لورود السنة بهذه الأمور. نعم.